ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان رامي أدباس الباحث في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بك ومرحبا. يعني في ظل الخسائر البشرية والمادية للجانب الإسرائيلي، كيف ممكن أن نفهم الاستراتيجية العسكرية الآن للجانب الإسرائيلي في قطاع غزة؟ سيدتي العزيزة، دعونا نحلل. أول شيء، يعني إسرائيل قالت تريد تبادل الأسرة وإطلاق الأسرة. حماس تقول يوم السبت، يوم أمس مساء، أنها أبلغت وسطاء، وسطاء لم تسمهم على الأغلب، على الأغلب إن صح التقدير من قطر، أن موقفها رافض لفتح أي مفاوضات لتبادل أي أسرة مع الجانب الإسرائيلي، وذلك بشرط توقف نهائي عن العدوان على الشعب الفلسطيني. ولم تقبل التوقف العدوان على حماس بل الشعب الفلسطيني. أضافت الحركة أن حماس على تؤكد على موقفها بعدم فتح أي مفاوضات لتبادل هذه الأسرة ما لم يتوقف العدوان على الشعب الفلسطيني. وأيضا هذه الحركة أبلغت موقفها هذا لجميع الوسطاء المتواصلين بينه وبين الكيان الصهيوني. طبعا في وقت سابق هنالك إعلام عبري يقول أن إسرائيل تدرس تقديم مقترح جديد لإطلاق سرائح الرهائن في غزة. طبعا هنالك إحصائيات إسرائيلية، هذه إحصائيات إسرائيل المؤلفة وما خافي أعظم، تقول أن خلال هجومه في 7 أكتوبر الماضي على المستوطنات وعلى النقاط العسكرية العبرية على غلاف غزة، هنالك أكثر من 1200 إسرائيلي تم قتله، وأصيب أكثر من 5431 تقريبا أو أكثر من ذلك. وهنالك تمت هدنة إنسانية استمرت 7 أيام ولم تستمر. طبعا في سجون إسرائيل هنالك أكثر من 7800 فلسطيني. من 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حرب مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 18800 قتيل و 51000 مصاب، معظمه من الأطفال والنساء، ودمار هائل في البنية التحتية. طبعا أنا أقول يعني يفضل أن يحصل سلام وإعادة إعمار لغزة نفسها. طبعا المشكلة ليس هنا، هل تستطيع غزة الصمود لبضع أشهر؟ لأن هنالك رئيس الاستخبارات العبرية يتوقع استمرار الحرب في القطاع لعدة أشهر. هل ستصمد غزة؟ وهل سيصمد أهالي أهل غزة في هذه الحرب؟ يعني هنالك عدة تساؤلات تتعلق بإمكانية صمود المقاومة وإسرائيل مدة طويلة في هذا الصراع.